اسمي رولاف هورو، 20 سنة، من كردية من عفرين. أنا بدرس لغة تركيب معهد يونس، صار لي شهر ونص مسجلة فيه. بلعب كرة قدم، لعبت كرة قدم من 6 سنين. أنا بلعب كرة قدم، كنت لعبت منتخب قبل، بس بسبب الأوضاع جيت فريق أكاديمية، فريق المستقبل الرياضي. كانت أكاديمية صارت فريق مع كابتن فراس، وصار لي تقريبا 2.5 سنين عم بلعب معه. طبعا مشارك أنا بكافة المجالات بالرياضة، بس أكثر شيء أنا بلعب كرة قدم. عملت دورة تحكيم بكرة قدم، دورة ثقافة عامة كمان بكرة قدم، عملت تحكيم بينج بونج، ريشة، بلعب أحيانا سلة. يعني متوسعة بالرياضة، بس أنه مجالي اختصاصي كرة قدم. أنا من وقت كنت صغيرة أتفرج على مباريات، أتشجع أكثر إني ألعب كرة قدم. كنت أقول لحالي إني بيوم بدي أصير لاعبة كرة قدم. صراحة أنا ما حدا وقف معي، الكل كان معارض، حتى عائلتي، أنا عائلتي بالذات كانت معارضة، أبوي ما بحب هيك شيء. حاولت، إجيت يعني تحديت، قلت أكيد شي يوم رح أصير، واحد تقبله. وصح إنه مو بس من العائلة، حتى إنه في تعليقات حكي سلبي، هلا يعني بسمع حكي سلبي، حكي ما حلو يعني الواحد يحكيه، لو واحد مثقف ما بيحكي هيك. فعم بلاقي صعوبات، يعني لقيت صعوبات قبل، إنه بعد ما صارت الأوضاع هيك، تميت تقريبا سنة قاعدة بالبيت. وبعد سنة يعني فضل المدرسة رجعت، يعني فكرت إني أعمل فريق. ليه؟ إنه ليش الكل عندهم فريق إلا للسيدات كرة قدم ما عندنا؟ فحبيت يعني أعمل فريق، أشجع البنات، أشجع الناس تطلع لبرا، وعم بحاول كمان يعني أشجع البنت تجي تلعب كرة قدم. هلا نحن عم نعمل تدريبات أقماع، في أول شيء لياقة، إحماء، تمارين سويدية، في إحماء بالكرة، في تمارين أقماع، في تمارين أقماع بس بالطابات، في عدة يعني تمارين متنوعة عم نعملها، وبنعمل مباراة صغيرة ودية بين الفريق. أنا بتمنى إني يصير لاعبة أفضل لاعبة على مستوى الشمال السوري، ما حدا يتحداني. يمكن أنانية أنا من هالجهة، بس عم أشتغل على حالي، ومن زمان عم أشتغل على حالي. بصراحة أنا ما وصلت للنقطة يلي أنا بدي إياها، لأنه لسه بدي تمارين أكثر لأقدر أوصل، فعم أشتغل أكثر. وبتمنى إنه ألعب بفريق نظامي، يصير دوري نظامي، أقدر ألعب مباريات، ما أحس إنه تعبي وإني لعبي على الفاضي. يعني أعرف حالي إني لعبي أبا عن جد، إني بلعب بعفرين وفي دوري، وأقدر أحكي للناس نحن مثلنا مثل غيرنا.